أعزائي المشاهدين، أغلب الناس اللي شافت الفيديو امبارح ما كانتش عارفة المواد المستخدمة أو الطريقة. هنجيب كوباية أو أي مرطبان فاضي وننزل عليه مية، كده كفاية. هننزل عليه برضو الكلور، هنحط حوالي غطاين كفاية ولا غطا واحد؟ أدي ده واحد، كده كفاية. خليها واحد ونص كده، واحد ونص. هنقلبهم شوية ونحطهم على جنب، نجيب إزازة وننزل فيها مية. المية يا جدعان مية عادية، لا هي مغلية ولا هي برد. بعد كده هننزل عليها شوية بيتادين. بيتادين ده معقم للجروح، على الأغلب أنت هتلاقيه عندك في البيت منه، وبتجيب ده من أي صيدلية. هاي يا جدعان، بعد كده هننزلهم على بعض وهنشوف اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين البيتادين اختفى في الكلور. بعد ما عرفت سر التجربه دي او المواد او التجربه، ما تنساش بقى اللايك والفولو. اهم حاجه يا جدعان الاكسبلور، عشان احنا واعيين اكسبلور. شوفوا الفيديو الجاي، السلام.